أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. الآن نتحدث عن الفعاليات الخاصة بترويج بعض المنتجات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كان هذا المعرض مقام في مصر واختتمت فعاليته بالأمس. لمزيد من التفاصيل حول نتائج هذا المعرض نستضيف الآن الأستاذ حسام الشفعي، وهو مدير برنامج الريادة المجتمعية بمركز تحديث الصناعة. أهلا وسهلا يا أستاذ حسام. أهلا بحضرتك. في البداية نحب نعرف من حضرتك أكثر عن طبيعة المعرض. والله المعرض هو اسمه بلدنا، هو من اسمه هو فيه كل حاجة ببلدنا. احنا حبينا ان احنا ندي فرصة لكل المصنعين المحليين بداية من الصغار والمتوسطين ان هم يقدروا يقدموا منتجاتهم بشكل مختلف، بشكل متميز بقى. عندنا مثلا المصنعين الاثاث ومصنعين الاجهزه الكهربائيه قدروا ان هم بشكل مبتكر جدا عن طريق 14 نموذج معمولين على شكل البيوت ان هم يعرضوا منتجاتهم لمده 4 ايام بتخفيضات. اعتقد ان هي فرقت معهم كلهم، ان الاسعار نزلت بشكل واضح وكل المنتجات المعروضه هي منتجات مصريه خالصه 100%. كانت التخفيضات في حدود قد ايه؟ والله تراوحت من يعني طبعا في اختلافات على حسب كل شركه والاخرى، ولكن هي تراوحت من 10 لحوالي 35%. ممتاز. حضرتك المعرض كان فيه تقريبا 250 منشاه صغيره ومتوسطه، ازاي قدرتم تجمعوا كل هذه المنشات مع اختلاف طبيعه المنتجات اللي تقدمها؟ احنا في طبيعتنا في مركز تحديث الصناعه احنا بقالنا يعني جزء يعني فتره كبيره جدا جدا بنتعامل مع المنشآت الصناعيه، بنسعى في تطويرها وفي تنميتها، ده بطبيعه عملنا يعني. فعندنا الداتا بيس قويه جدا او قاعده بيانات كبيره للعملاء من اول الصعيد الى حتى اسكندريه شلاتين، كل حته في مصر، يعني حوالي 19 فرع مغطيين الجمهوريه كلها. فادانا الفرصه ان احنا نعمل الدعوه دي للمصانع دي كلها، والناس تقدمت وجابوا حاجاتهم عندنا وقدرنا نعمل الكلام ده كله. ده من ناحيه ازاي استطعنا نجمع الناس دي كلها. وخليني برضو اقول ان المعرض بشكل عام هو مقسم لثلاث اجزاء رئيسيه. معرض بلدنا اللي هو مختص ال 14 نموذج قلت حضرتك عليهم للبيوت دي، من نموذج الاسكان اللي افتتحه سياده الرئيس المعمول في 6 اكتوبر. هو كان في مجسم للبيوت، مجسمات في المعرض. اي فندم، هي مجسمات. دي كانت فكره يعني رائعه. هي المجسمات دي حضرتك هي مجسمات حقيقيه بنفس المساحات المطروحه من الدوله لتشجيع الشباب ان هم يقدروا يمتلكوا الوحدات السكنيه الخاصه بيهم. فاحنا اخذنا النماذج دي بنفس مقاساتها وقلنا طب خلاص تعالى بقى انت شوف البيت بتاعك اللي انت هتاخده مفروش قدامك مجهز بالمنتجات المصريه كلها مصريه خالصه 100%. ده اهم شيء بس احب اركز عليه ان مفيش منتج واحد كان مستورد، كلهم. فالبيوت دي كنا بنشوف فيها الاثاث المصري، الاجهزه المصريه. انا عايز اقول لحضرتك احنا وصلنا كان في بعض مكونات ربما تكون مستورده. لا كلها 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 مصريه خالصه. طبعا يعني فريق عمل كبير والناس تعبوا وقدرنا نوصل لتفاصيل ان حتى الموجود جوه النموذج بتاع المنزل ده الكوبايه نفسها مصريه اللي موجوده قدامك، يعني حتى الكوبايات موجوده وموجوده مصريه. وكان ده طبعا بيتم بالتنسيق مع 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 لجنه بتاعت فحص والتاكد من ان المنتجات دي حقيقيه مصريه. هو المعرض زي ما قلت لحضرتك مقسم لثلاث معارض او يعني ثلاث اجنحه، خلينا نقول كده. جناح بتاع الموكبس اللي حضرتك عليهم ده او النماذج الموجوده، جناح فرص بلدنا، وجناح ابتكارات بلدنا. فرص بلدنا جمعنا فيه المصانع الصغيره والمتوسطه والمصانع الكبيره اللي هي بتحتاج ان هي تبقى مع بعض داخله في عمليات تجاريه. بمعنى ايه؟ احنا مثلا عندنا مصانع زي مصانع السيارات ومصانع الاجهزه المنزليه بيحتاجوا يستوردوا بملايين الجنيهات او معنى اصح ملايين الدولارات بقيه قطع غيارهم من بره مصر. هو ده اللي انا كنت اقصده، انه في قطاع من الصناعات بيحتاج لمدخلات مستورده من بره. حاولنا بقى في المعرض بتاع بلدنا ان احنا
نعوض القطع المستوردة ان احنا نبدلها بقطع محلية. هي دي الفكرة في قصة فرص بلدنا وابتكارات بلدنا في الجزء الثاني والثالث من المعرض، ان احنا نجيب الناس المصنعين دول وبدلا عن ان هو يعرض لحضرتك منتج تام، لا انا جايب له مين؟ انا جايب له ناس مصانع صغيرة ومتوسطة تشوف اللي عنده ايه. هو بيعرض مثلا خرطوم، بيعرض مكون صغير هو مثلا بيستورده، ولكن زي ايه يا فندم؟ زي مثلا قواعد المواتير في هي. في السيارات، زي الشكمانات، زي الابواب الصاج مثلا في السيارات. دي بتتعمل فين؟ بتكون في ورش خراطه مثلا مصريه، ولا في مصانع، ولا مصانع صغيره مختلفه يعني؟ لا، هي فندم بتبقى في مصانع صغيره مختلفه، واللي هي بدايه كانت بتبقى ورشه. خلينا نتكلم اللي هي اساسها ورشه خراطه. التطوير بتاعها كان ورشه، ولكن بعد فتره توصلوا ان هم يحسنوا من منتجهم وبقوا مصنع صغير. بيجي دورنا ان احنا نحط المصنع الصغير ده قدام الراجل المصنع الكبير، ولو حصل ان في توافق واتفق على حاجه معينه، اكيد بيبقى في الاخر في مراحل تطوير معينه بيحتاجها هذا المصنع الصغير لكي يورد بشكل محترف. ده بيجي دور مركز تحديث صناعه، ان احنا بنرفع من كفاءتهم عشان يقدروا بعد كده يكملوا عمليه التوصيل ده بشكل سليم. يعني النموذج ده ملفت للانتباه جدا، لانه كتير جدا من الحرفيين المصريين عندهم قدرة هائلة على التقليد، وانهم يعني لو اتكلمنا على نموذج السيارات، لو فككوا سيارة يقدروا يعملوا اي حاجة موجودة في العربية في ورشهم الصغيرة. لكن تبقى مسألة رقابة على الجودة، وهنا بيجي دوركم. اشرح لنا اكتر يا فندم، ازاي مركز تحديث الصناعة وزارة الصناعة بتحاول تنشر معايير الجودة العالمية على مثل هذه المصانع الصغيرة حتى ترتقي بمستوى منتجاتها؟ حضرتك من بداية عملنا في مصر مركز تحديث الصناعة، واحنا بنستهدف دائما المعايير الدولية. لان لو احنا هنتكلم على منتج بيتعمل في مصر وبصحيح وبيتورد لمصنع مصري، لكن الهدف الاكبر والاسمى بالنسبة لنا انه يبقى مورد دولي او مورد عالمي، مش فقط لمصانع مصرية، لكل مصانع في العالم. صحيح. وكان تركيزنا على مكون الجودة ده أخد حيز كبير أوي من اهتمامنا. يمكن أعتقد في الفترة من 2006 2007 إلى 2010 كنا مركزين عليه بشكل أكبر بشكل قوي. لكن حاليا إحنا مركز تحديث صناعة بيقدم خدمات عديدة جدا، يعني عندنا خدمات مالية، خدمات تحسين الجودة حضرتك ذكرتيها، خدمات رفع كفاءة العامل البشري، خدمات صناعية ليها علاقة بخط الإنتاج وتحسينه وتطويره. لكن بتحصل إزاي؟ يعني بتدوهم المعايير دي وبتراقبوا، ولا بتدوهم دورات تدريبية، ولا بتحصل إزاي؟ إحنا عندنا كل عميل من العملاء بيبقى عنده ممكن نسميه مسؤول تطوير أعمال. مسؤول تطوير أعمال ده بيقوم بزيارة المصنع كبزيارة بداية، يعني يتأكد ان المصنع مقام وان الورق اللي متقدم له في المكتب هو ورق سليم. ومن ثم نبدأ نعمل له حاجة زي ما تقولي حضرتك كده، دراسة جدوى للمصنع ككل. بيحصل في دراسة الجدوى دي فجوات، ان المصنع ده والله قوي مثلا في النقطة ألف، ولكن يحتاج بعض التطوير في النقطة باء وجيم. وبنبدأ نركز ان احنا نحط له خطة تطوير خلال مثلا فترة زمنية معينة، ونبدأ نشتغل على كده بعد موافقة الناس، رئيس مجلس الإدارة مثلا بتاع المصنع أو المسؤول في المصنع عن التعامل مع مركز تحديث الصناعة، وبنبدأ نطبق الكلام ده كله. فلو جت ان الراجل ده محتاج رفع كفاءة حاليا في الجودة زي ما حضرتك قلتي، بنركز على الجزء ده. لو والله الراجل ده محتاج نقل تكنولوجيا بشكل ما، نبدأ نفكر ازاي نقل التكنولوجيا هذه. طبعا كل الكلام ده بيكون من خلال مسؤول التطوير، بيبقى بداية من خلال مسؤول التطوير، وبعد كده احنا في حاجات نقدر نعملها بنفسنا. احنا عندنا ناس ما شاء الله، يعني وصلنا الحمد لله على درجة عالية من الكفاءة، فممكن نعمل الخدمات دي بنفسنا. وإن كان الموضوع محتاج جزء تقني مش متواجد لدى أفراد مركز تحديث الصناعة، بنعمل مثلا مناقصات أو حاجة زي كده، وبنبدأ نتعاقد مع جهة خارجية اللي تعمل الكلام ده كله. طبعا ده كل ده خدمات دي سواء كانت داخليا أو خارجيا عن طريق الخبراء أو مقدمي الخدمات دول، بيبقى مدعوم تماما، يعني بنسبة ممكن توصل لغاية 80% مركز تحديث الصناعة. وده يخلينا نسأل عن حجم التمويل المتاح لدى المركز لمثل هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة. حجم التمويل المتاح للمركز بيبقى بناء، احنا بكل سنة بيبقى عندنا ميزانية. الميزانية دي هي اللي بتبين
احنا بنحتاج قد ايه السنه اللي جايه يعني. فاحنا كل سنه بيبقى مختلف، التمويل مش ثابت بالنسبه لنا. كل سنه على حسب التقرير اللي بنقدمه النهائي بيترفع لوزاره الصناعه طبعا والجهات المختصه، وبنقدر ساعتها بعد كده ناخد التمويل بتاعه. لكن في السنين السابقه كان التمويل بيكون في حدود قد ايه المتاح لمركز تحديث الصناعه من خلاله ممكن تدوا تسهيلات للمنشات اللي بنتكلم عنها؟ يعني انا مش هقدر اديكي اجابه مضبوطه يعني حضرتك عارفه بالظبط، لان انا جزء تقني مش جزء مالي في مركز تحديث الصناعه في الاساس. ولكن خليني اقول لك ان انا غالبا المشاريع اللي احنا بنعملها يعني او اللي احنا بتبقى بتوكل الينا بنقدر ان احنا نكملها ولغايه الاخر ونقدر ان احنا نوجد لها تمويل. هل في نوع من التعاون الدائم ما بين وزارات مختلفه يرتبط ربما جزء من عملها بما يحدث في معرض بلدنا؟ طبيعي، ده طبيعه الحال. احنا واحده من الجهات التي تعمل تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة، وبالطبيعة بالتنسيق مع وزارة كوزارة الاستثمار كوزارات أخرى معنية بتطوير الحرف اليدوية والحرف الصغيرة والمتوسطة الصناعية. لازم يبقى في نوع من أنواع التكامل، وإلا لن نستطيع أن ننهض بمفردنا يعني. وبالنسبة للتمويل إذا رجعنا للنقطة دي تاني، هل في أي نوع من البروتوكولات ما بين بنوك المصرية أو حتى البنوك الأجنبية العاملة هنا لتمويل هذه المشروعات، بالذات أن احنا طبعا نعلم أنه في مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أطلقها الرئيس ب 200 مليار جنيه؟ أكيد المبادرة دي كل المجتمع الصناعي متحمس لها، وبيبقى دايما في اسئله متواليه عليها. ولكن احنا كمركز تحديث صناعه، حضرتك قصدك التمويل بيجي لنا من المبادره دي؟ لا مش بيجي لكم، بس اقصد لو في اي نوع من الدور اللي بتلعبوه انه توصلوا الافكار اللي بتجي لكم من شباب وعايزين يعملوا مشروعات صغيره ومتوسطه، في النهايه تعملوا ربط ما بينهم وما بين البنوك. حضرتك بتتكلمي دلوقتي عن الجزء الثالث اللي احنا اهتمينا بيه في معهد بلدنا، اللي هو ابتكارات بلدنا. كويس. ابتكارات بلدنا ده احنا ده 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 يعني مشروع مهم جدا، وانا بعتبره درة التاج اللي احنا لازم نبدا نركز عليه كمصر كلها كبلد كلها، لان الشباب بيثبت كل يوم ان هو عنده افكار وعنده ابتكارات حقيقيه واقعيه، وده اللي احنا كنا قاصدينه في معهد بلدنا. احنا ما جبناش حد عنده نموذج بحثي بيعرضه او برزنتيشن زي ما بيقولوا او حاجات زي كده، لا احنا جبنا الناس اللي هي عامله نموذج اولي حقيقي والناس بتجربه وبتشوفه شغال قدامهم. وده معمول مصري، ده اللي عمله ممكن يكون شاب عنده 19 سنه في الجامعه، وممكن يكون راجل متخرج وعنده شغله ودي شركته عنده 30 40 سنه. المهم في النهايه ان هو مصري وهو حل المشكله من خمس مشاكل بنعانيها في مصر حاليا. ايه ابرز الابتكارات اللي عرضتوها السنه دي؟ كلهم حلوين. كلهم حلوين. قول لنا على حاجه. كلهم كويسين وكلهم حلوين، وانا يعني حضرتك مش كان بودي ان الناس كلها تكون موجوده، كل قنوات تقدر تعمل تغطيه اعلاميه تليق بهذا الحدث، لان الناس دي لما احنا للأسف كنا منغمسين في حدث الطائرة الأيام الماضية للأسف. أكيد لكن أكيد مش هيغيب عنا بقصد. أكيد أكيد. احنا يعني أنا يعني أخشى أن أنا أقول لك حاجة تانية تكون فايتة عن بالي، ولكن ممكن نعدي مع حضرتك سريعا كده. كان عندنا في جزء الابتكارات حوالي 25 ابتكار مختلف. عندنا جزء ريادة الأعمال كان 25 بزنس مختلف، لان هم دول اصبحوا خلاص شركات بقى ليهم كيان قانوني. فاحنا ال 25 ابتكار دول برودكت او منتج نهائي. ده طيب ده زي ايه؟ ادينا اي امثله. احنا بنركز حاليا عشان مثلا على ملف زي ملف الطاقه. فاحنا كنا مركزين على ان احنا نبدا نوجد حلول لمنازل ذكيه. فكره المنزل الذكي او المنزل اللي بيتفاعل مع صاحبه هي فكره
مش جديده قوي على العالم ومش قديمه قوي، لكن هي بتنشا دايما في المدن الحديثه، المدن اللي بتبنى حاليا جديده يعني. وتكلفه تاسيس المشروع ده بيبقى نوعا ما عاليه حبتين، فما بتبقاش مستهدفه كل طبقات المجتمع. لكن على المدى الطويل بتكون الكفاءة على الناحية البيئية فقط، ولا كمان بتكون ليها كفاءة اقتصادية؟ ليها كفاءة اقتصادية وعلى الناحية البيئية، الناحيتين طبعا زي ما حضرتك ذكرتي كده. الابتكار اللي احنا عملناه هنا او الشباب عملوه، مش احنا عملناه، ان هم قدروا يعملوا 3 ابتكارات. 3 ابتكارات دول يقدر يحول حتى المنازل قديمة إلى منازل ذكية، ما يبقاش يعني بس مقتصر على المنازل اللي لسه بتبنى جديد أو حديث، فيقدر إن احنا نستفيد بكده. حاجة تانية، عندنا مشروعين مهمين جدا لتوفير المياه في وجهة نظري أنا، مهمين جدا طبعا. واحد فيهم بيعتمد على إن احنا نقدر نتحكم في حنفيات المياه ومصدر المياه اللي داخل للمبنى او للبيت يعني عن بعد عن طريق التليفون. ده مهم جدا. عندنا في جهاز اخر، جهاز رائع، وهو اللي بيقدر يديكي مياه صالحه للشرب والزراعه من الهواء، بيستخلص الرطوبه اللي في الجو، بيقدر يكثفها وينقيها ويفلترها. الجهاز ده موجود بقاله كذا سنه. الجهاز ده موجود بقاله كذا سنه بس ما كانش مصري. وما كانش بالسعر ده. هي دي الفكره، ما كانش مصري، ما كانش بالسعر ده، وما كانش بيشتغل بالطاقه الشمسيه. فهي احنا عملنا حاجات كتير فيه ان احنا الناس قدروا ان هم يوفروا الجهاز ده بسعر كويس جدا، بقى خلاص الراجل ممكن يشتريه. وبان كمان ان هو يشتغل طاقه شمسيه، فممكن حضرتك تحطيه في اي منطقه في الصحراء، في حلايف، في شلاتين. وبيجمع الرطوبه من الهواء ويحولها لميه صالحه للشرب وللزراعه. ودي فعلا زي ما حضرتك ذكرت ابتكارات مهمه جدا، لانه احنا محتاجينها في ظل تناقص موارد المياه، وده مش في مصر بس، في كل العالم. بالتاكيد بالتاكيد. لو حبيتي تتكلمي عن رواد الاعمال مثلا، هو الجزء الاخر اللي هم الشركات. احنا عندنا كذا شركه، اذا الشركات دي بدأت تطلع منتجاتها وتبيعها في الأسواق خلاص. عندنا شركة مثلا مهتمة بنواحي تعليمية، أنا أعتقد أن هي مهمة جدا جدا، بتقدر أن هي تحول لك أي سطح أملس إلى سمارت بورد أو سبورة ذكية اللي حضراتكم بتستخدموها متهيألي في نشاط الأخبار أو حاجات زي كده. دي سعرها غالي يعني نسبيا بالنسبة للنواحي التعليمية، قد تفوق 20,000 جنيه. هم قدروا أن هم يعملوا الديفايس ده وبمساعدة بروجيكتور صغير خالص، ممكن ينقل لك اي حيطه للكلام ده. الفكره فيها ان هي صغيره، سهله الحمل. طبعا مشاكل الصيانه بتاعتها تعتبر ضعيفه جدا جدا، احنا بقالنا 6 شهور بنجرب فيها، والناس والجهاز شغال بكفاءه عاليه. ثانيا السعر ان هو اقل من 3,000 جنيه، فحاجه مميزه يعني. هايل. المعرض هيكون بيقام بشكل سنوي؟ ده اللي احنا بنستهدفه واكبر من كده يعني. احنا عملناه السنه دي بشكل انا اعتقد ان هو رائع كاول مره. مركز تحديث الصناعه متعودين على قبول التحديات، احنا بنحب ده يعني، احنا عايشين بده. فاحنا السنه الجايه ان شاء الله بعون الله هنعمله، وهيبقى اكبر من كده. ما اعرفش هيبقى اكبر ازاي يعني، بس هنحاول. احنا اخذنا كل قاعه المؤتمرات، بس هنعمله هيبقى اكبر من ده. وندعو كل الشركات الصغيره والمتوسطه وحتى الكبيره اللي محتاجه اي مساعده في تطوير اعمالها، او ان هي توصل لها موردين محليين ذو كفاءه، ان هي تتواصل معانا. لو هي ما تتواصلش معانا اصلا، تتواصل معانا، احنا مستعدين للكلام ده وبنحب ده. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذ حسام الشافعي، مدير برنامج الرياده المجتمعيه في مركز تحديث الصناعه. نتمنى لكم ان شاء الله انه السنوات الجايه تكون تبنوا على المعرض السنه دي ويكون اوسع وانجح باذن الله ان شاء الله. مشاكل جدا لحضرتك. شكرا. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، نشكركم جزيلا على المتابعه، مني ومن فريق العمل لكم كل التحيه، واتمنى لكم يوما سعيدا.